السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يصلكم كل ما هو جديد. تستعد الشرطة الجزائرية لضمان تنظيم محكم لمقابلة المنتخب الوطني الجزائري ضد الطوغو المقررة يوم الخميس القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025. وفي هذا السياق، أصدرت شرطة ملعب عنب اليوم تحذيرا صارما للجمهور، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الأمنية لتفادي الفوضى أو أي تجاوزات. وجاء في البيان أن أي شخص لا يحمل التذكرة أو الوثائق التي تخول له دخول الملعب يجب أن يبتعد عن المنطقة المحيطة بالملعب. وأضافت الشرطة أن أي شخص يضبط في مخالفة هذه التعليمات سيتم إحالته على الفور إلى السلطات القضائية. وكما شددت الجهات الأمنية على ضرورة التعاون من الجمهور لضمان سير المقابلة في ظروف آمنة ومنظمة، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العام وتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.